برنامج تحت السور بعد الخمسين مليون والمفاجأة سارة المشاهدة اللي كانت معنا في برنامجنا. نرجع لبرنامجنا ومعنا ضيوفنا مرام بن عزيزة، صالح الفرزيت، نادر الأملوم، وألفة يوسف، ومع رجاء فرحات، لطفي العماري. مكملين قبل الفاصل حكينا على البافل نتاع جامع الزيتونة، مضخم الصوت في جامع الزيتونة، الجامع المعمور تسرق. سي صالح زعما تقول انت زعما مزوديه سرقوها، زعما قول انت سيزون بديت وعروسات وحاجتهم بالماتريال والماتريال ما تماش، زعما اسمع والعرس اللي باش يبدا هو مصدر والبافل مسروق، زعما العرس هذايا يبارك ولا ما نظنش كان يعملوها المزوديه، ما يعملوهاش اخلاقهم ما تسمحش بذلك. زعما شكون يوصل يسرق بافل من جامع زيتونه؟ من جامع هما ثم ثم سبابة سرقوها من جوانهم جوست. لا هذاك قال لك لا فوالا، قال لك كل السبادريات وكل هذيك تبعنا مع الحاله هذيك الطبيعي يوميا في رمضان. الزرابي ثريا جامع الزيتونه تسرق، تقول قايل كيفاش هبطت بكذا، انت ساعات كي باش تبدل حاجه في الدار يجيو يعاونوك، شوف قداش من هذي. تخيل معناتها سرقه غريبه. هذا علاش؟ علاش ترى؟ على خاطر جامع الزيتونه متروك. متروك يجيش الشيخ المفتي مفتي الجمهورية وإمام أكبر في جامع الزيتونة يلقي الخطبة متاعه، وبعد يجيوا المعينين، معناها كل واحد عنده مهمة في صلاة من الصلوات وكهو، والباقي الكل عساسة، وعساسة ما همش أهل همش أهلك الثقة. تمشي الحرك المكي الحرم المكي الشريف، وقت يجي الشيخ السوديس رئيس لجنة الحرم يدخلوا معها البوليسيه لابسين بالكاكي وبالفروده نتاعهم، على خاطر يعرفوا ولاد الحرام موجودين حتى بجنب الكعبه. عاد انت في جامع الزيتونه اللي هو قلب الاسلام في المغرب العربي، ما تاخوش الحذر نتاعك، ما تحطش حرس متواصل، معناها 24 ساعه على 24 ساعه شت 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 فدليك هذا. اللي متى باش نقعدوا نعملوا كان على الوازع الخارجي، على القانون، على البوليس، العساس اللي شدت كل تركينا. ثم ازمه قيميه كبيره برشا، باش يوصل عبد احنا طبعنا، تقولوا طبعنا مع سرقه الصبابط في الجامعه، صافي مالو كيف كيفاش طبعنا؟ راهو احنا فرنسيس يقولوا كي فولا نوف فولا باف، معناها كان تسرق تقبل سرقه صغيره، مبدا السرقه ولا عادي، باي مبدا السرقه ولا عادي عند برشا توانسه ما نعموش احنا. لكن من المؤسف جدا انه في بيت الصلاه، يعني العلاقة بين الصلاة وبين الأخلاق والقيم منعدمة، هذا هو الجوهر اللي حتى حد ما يحب يحكي عليه. احنا مغرومين كان بالأمور الشكلية. أما ما فماش كاميرات، يقول لك مثلا مشكلة من الكاميرات اللي مش الكاميرا ولا من البوليس ولا. لكن أنت شنو اللي خلى التونسي اليوم في 2023 أو تونسي إكس معين يدخل الجامع ويسرق من الجامع؟ ما نعرفش، أنا ساعات يظهروا العباد ولينا ناخذوا الأمور كلها ببساطة كأني حاجة عادية، وذاك علاش نحكي يسرع لازم الاقتصادية ولازم السياسية ولازم عنا أزمات، مصلي على النبي نجم نصدروا الأزمات. أما يظهر لي الخلفية والباز نتاع هذا الكل هي الأزمة القيمية واللي ما يخدم عليها حد، اللي هي تخدم عليها في الثقافة وفي التعليم وفي الإعلام. نحن شعب بلا أخلاق قلت يوسف، ما نجمش نقول بلا أخلاق حتى الولايين عمم، لكن نحن شعب فقدنا إعطاء القيمة للأخلاق. كي تحكي هكا يضحكوا عليك، يقول لك فاش تحكي هذه فاش تدرس علينا مدبية، ما عادش عنده قيمة. يعني عادي بالنسبة لي مثلا يدخل يصلي ويخلي لك كرهبته دوزيام بوزيسيون ويسكر عليك صينيه، عادي ثم حتى علاقه يعني بين انك تصوم والا تصلي ولا ما تصومش وما تصليش، خاطر هذه امور شخصيه. النتيجه شنو هي؟ النتيجه نتاع انك تصوم وتصلي ولا ما تصومش وما تصليش، اللي يهمني منها انا كمواطن كيفاش نعيش معاك؟ الجوهر كيفاش نعيش معاك؟ اعطيني الجوهر. اخي الصلاه شنو هي؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا كان صلاه ما تنهاش عن الفحشاء والمنكر اش عملنا وش جاملنا؟ مشكله مش في كلام ربي بطبيعه، استغفر الله العظيم، مشكله في اني ماهيش هذيك الصلاه. احنا كل شيء ولا شكلي عنا، اوني بكري قال محلاها كلمه سي لطفي، اوني دون لافواغ بلو دون لاتر، نحن فيما نملك، ما نصور، ما نظهر للاخرين. اما شنو عندي هوني؟ حتى حد ما يهتم به، ما عادش هذيك اخر قضيه من قضايا الناس. دونك في بلاد كيف هذيك عادي جدا مش نشوفوا الحيوانات تتعذب، عادي جدا مش نشوفوا الجامعه تسرق، ويلزمنا نقفوا لهذا. انا دعوه للسلطات اللي في ايديها الثقافه واللي في ايديها الاعلام واللي في ايديها التعليم باش تخمم في هذا. راهو بعد 20 و 30 سنه كان باش يفقد الوازع الاخلاقي تماما، ما سيكون خطير جدا. وطبعنا مع سرقه كذا، طبعنا مع العنف الصغير، طبعنا مع السبان، طبعنا مع كذا، راهو صرخه فزع وماهيش صعيبه، والله لا هي صعيبه. تفكير، تنظيم،
والانسان راهو ثم وسائل معروفه في علم النفس وفي الفلسفه وفي علم الاجتماع وفي الدين وفي غيره انه نجم نرجعوا الجوهر الاخلاقي هذا. راني انا شعري شاب نعرف تونس 40 سنه التالي سيراج يعرف قبل شوي سيراج مش اخلاقنا تحت بصراحه تي تو ساعات تقول عبد صباح الخير تقول صباح الخير ما جاوبكش وساعات يبات فيك تحكي هذه تقول صباح الخير تقول عبد الخالق صباح الخير خويا مرحبا بك تبدلت الامور شكون قال اخلاقهم ديننا محمد عبده محمد عبده قال كي مشيت لبرا لفرنسا وجدت مسلمين بلا اسلام وفي مصر اسلام بلا مسلمين وبغض الطرف على الانتماء نتاعك الديني راهو انا مشكلتي ما حبش نربطها بالدين بالضروره على خاطر ناس خاطر جامع احنا سي لطفي خاطر جامع على ثم ناس تصلي ومتخلقين وثم ناس تصلي ومش متخلقين وثم ناس ما تصليش ومتخلقين ثم ناس ما تصليش ومش متخلقين خلي هذا على شيرة بين العبد وربه اما انا كمواطن اعطيني مينيموم تاع عيش مشترك عادي في وسط احترام للاخر احترام الخلق انا اللي قلقني صراحه في السرقه الطريفه لانه يعني السارق ما يطلع مش شريف يعني خاطر تو حتى سراق فسدوا يعني هو اللي يسرق في الجوامع لكن الفن فاجئك راه كي نقول لك مسيو دارمانا وزير الداخليه الفرنساوي اللي كان بحذانا نهارين هذوما من اكبر المشاكل اللي مقلقته في فرنسا السرقات اللي قاعده تصير في الكنائس نفس الشيء وتم تخصيص بيجي استثنائي والتو مازالوا يجادلوا في حكايه تجهيز الكنائس بالكاميرا دو سيرفيونس يعني ظاهرة كبيرة برشا في الكنائس فرنسا تعرف الكنائس خاصة الكنائس نتاع المدن الصغيرة والكنائس المهجورة فيها قطاع معناها عبارة على معناها حاجات فنية كي نقولوا لي كروسيفيكس ولا اللي نقولوا لي شانديل وخاصة لي كلوش النواقص هذوكم الكبار اللي هما من نحاس ويسهل تذويبهم في فرنسا اليوم ظاهره معناها منتشره من سنوات واي كل الدوله واقفه نقول لك وي اما الظاهره هذه زاد باش ما نطيحوش برشا بجلد الذات هاي موجوده كيما في الجوامع كيما موجوده في الكنائس انت تحكي جلد انت تحكي على بيت روحي انا قلبي التونسي انت كي تحكي على بيت ربي سي رجاء حتى بيت ربي راهو سرقوه طاهر الجنابي أمير القرام تدخل هز منها الحجر الأسود الكل وحطه في البحرين وقال يلزم المسلمين يولوا حجوا عنا في البحرين ضربوا 20 سنة في البحرين شكون يرجعوه يرجعوهم الفاطميين وقت يمشاو لمصر كتيبة من البربر توانسة هما يمشاو للقرامته دحروهم هزوا الحجر الأسود ورجعوه لبيت ربي وبالتالي سرقة الجوامع والكنائس ظاهرة موجودة لكن كما قال التوام عليها ألفة أنه قطع النظر على النوعية هذه متاع السرقة احنا نعيش في أزمة قيم وانهيار منظومات قيمية كاملة في علاقة بانهيار منظومة التربوية خاصة واللي احنا توا كنا نحكيه على كل شيء وحكيت نادر على ارتهان الأطفال بين الأولياء احنا توا عنا أطفالنا تلامذة مرتهنين في عركة بين المعلمين والوزارة اليوم التلميذ التونسي محروم ماك الكرني متاعو عام تقريبا وفاه وهو ما جاش الكرني حجب الأعداد عملية ارتهان الطفل في عركة بين معلمين ووزارة التربية اللي واضح أنه آخر اهتماماتها هي التربية للأسف. أنا باش ننهي مع الموضوع هذا ما فما حاجة جبت انتباهي سرقة هذه قال عليها فاضل عاشور كاتب عام نقابة الأئمة قال لي نهار ثلاثة اللي تعدى معناتها تسرق البافل هذه من محراب الجامع من بين صلاة العصر والمغرب باه هذه الحكاية عندك وزارة المتحدث باسم وزارة الداخلية يقول لك لي ما فماش منها الحكاية وما صار شيء ولا فما سرقة لا حد شيء وكي فما إذاعة زميلة مشات تحب تصور ما خلاوهاش ما عطاوهاش الرخصة باش تصور دونك كيما التكتم نخافوا كأنه معناتها يخلي هكا ما فماش منها الحكاية أنكر عرفت هي راهي التجهيزات اللي موجودة في المساجد والجوامع عادة يتم التبرع بها وحتى البافل هذايا ما نتصوروش بجودة عالية تقنيا يعني حتى بعض الفنانين والعربنيه اللي نجموا يستحقوا ما يخدمهمش براءة للزوجية الكل الفن الشعبي ما يخدمهمش فما عبيد
قاعده تساهم في بناء الجامع، فما اللي يسرقوا الاسلاك نتاع النحاس. اي بالحق ما انت تسرق في بلادك، تسرق في حاجه انت في بلادك، انت مواطن باش تستعملها. باهي اسمع، هاو توما انستغرام وبحذانا دوز انستغراموز، خليني نقول. لا 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 مش انستغراموز، زوز ما كنتش زوز ممثلات. باهي اللي عنده كونت، اللي عنده كونت في زوز ملايين و500 يمكن و650 الف مازلت ما وصلتش مليون. اي اما باش تتسمى باهي انا على اساس جيت ممثله ووليت انفلونسوز، يعني خدمتي ماهيش كان الانستغرام نبيع في المواد، انا الانستغرام عرفني كممثله. هو اللي يقول له سميها انستغرامور معناتها يبيع في المواد، مش معناتها يستعمل فلوتي. وظيفته ما يعديش لي تورناج نتاعو، ما يوريش لي بروجي نتاعو، الاعمال نتاعو. وظيفته انه يتعامل مع شركات، مش صانع محتوى، مش صانع محتوى. اي دونك انستغرامور. اي انا مثلا جو انا نخزيت باش يتقلق من اسم مزاودي، يا اخي طلعت مرات انا باش نقلق ليه كاينها تهمه. اي انت لا ماهيش تهمه، مي مش نفس الوظيفه. يعني احنا ما نوزعوش كاين الصوره هذيك اللي نبيعوا في دي برودوي مثلا. انا ما قلتش تبيع، وانا قلت انستغراموز. اي سي سا انستغراموز. فوالا انستغراموز سي دو بروموفوار لي برودوي، دو ميتر ان افون، فير دو لا بوبيسيتي. فوالا مدام في علاقه مباشره مع الناس اللي تحبك، تحسوا اسهل. احنا علينا احنا اللي تحكي على انستغراموز وحدها. في الانستغرام على معناها على غرار الوسائل الاخرى. حياتنا العاديه، اشتيا بتفطر شكلي ويتلاقوا معاك بكل حب، وتتلاقى معاهم بكل معناها فما عمليه تواصل محلي. فما حتى سرقه هلا يا ميت في لي كونت في انستغرام، معناتها سي ولا منك نسمع. اي فما صارت على ذكرى الشيبي، وصارت على برشا عباد. لو بيغاتاج سرقه زاده، دونك الاخلاق حتى من انستغرام للجامع. يبدا مانيش سامحني مرا، سامحني تفضل. على خاطر احنا كلمه الحرام اللي نستعملوها نستعملوها في مجالات معينه، الوغ كو ما نقولوش مثلا حد صعيب باش واحد تقول له حرام كي تبيراتي كونت، حرام كي تسجل عبد من غير ما تقول له، على خاطر لا تجسسوا. ما هذا كل يستعملوه ما يعرفوش. فوالا جوستومون، حرام كيف تسكر على عبد مثلا عندك بلاصه نتاع زوز دراهم تحط انت في الوسط. لا احنا حرام كي تعود بيكيني، هذا هو فوالا، هذا هو فقط هذا المشكل. معناها بيراتي كونت راك سرقت معطيات نتاع شخص. سي دو فول، هذه هي سرقه. لا ما يحكيوش عليها، حتى الشيوخه اللي عندهم نوع من انواع الاشعار ما يحكيوش على هذا، يحكيو على شعر رولفا العريان اكحوا، هذاك هو اللي باش يوقف الكون. اما المشاكل الجوهريه، علاش قلت لك نهين بالشكل؟ مانيش ضد الشكل، بالعكس انا بيدي نهتم بالشكل ونتعامل على الفيسبوك، لكن زاده الشكل مع الجوهر. اذا كان تهمل الجوهر مشات البلاد. مشات اللي يمكن يجمعكم اوسي بيان مالا. وي عاد نقص عليك راهو، يعني سي با اون اي با كونتر لي انستغراموز، مي جوست نوريو كل واحد وظيفته. كل واحد كيما انت تو يعني لانيماتريس دو ليميسيون، كيما نادره ممثله، كيما سيدنا كرونيكور دو ليميسيون جورنال. كادويت ما يملاش اللي قبلت فلوس في وقت من الاوقات. اكيد حسينا بشروط نجرب ونشوف، خاطر مسؤوليه من الاجتماعيه. نجي ناثر في بنيات صغار مثلا، نقول لهم هذه راهي باهيه وتهبل ودرشوا، خاطر المادة بعد انا اخلاقي هي دخلت بعضها. ألفا يوسف زاد مؤثرة في كتاباتك ألفا. لا حتى على الفيسبوك. لا قبل نحكي قبل حتى ما الموجة هذه فيسبوك كل، دونك التأثير نحكيه بأي وسيلة. أما من اختار؟ من اختار سهولة الأوتي هذا؟ وهذاك علاش واحد يرد باله، خاطر ساعات أنا بيدي ما غير باش نكتب حاجات ومن بعد نفيق انه تم تاويلها تاويل غلط، ونقعد نفسر ونوضح. معناها هنا لازم ترد بالك، على خاطر انت كي تتكلم بتيت خلينا مثلا نتكلم مع ناس عندهم سيغتان نيفو، نوع معين من الثقافه يفهموني فيسا، ساعات يتم تاويل كلامك تاويل خاطئ تماما. نلقاه في جريده الكترونيه، ألفا يوسف تقول كذا وكذا، والعباد من لوطه هكاك استنسنا يعني. فوالا دونك عاديه. هذا ألفا انت ياسر عملت على تبسيط ديجا اللغه، رغم اللي عالمة في اللغة وفي اللسانيات، اي بورتون أكاديمية، بسطت اللغة وبسطت المفاهيم الكل باش حتى عامة الناس يفهموا، مش فقط تقعد في برجك العاجي وتنظر على اللي ما يفهموش. يمكن كل ما عندي نظرية بسيطة جدا، وهو أنه أصعب الأشياء إذا كان ما نجمش تقولها بطريقة سهلة سيكو عندك مشكل. راهو أكبر النظريات الفلسفية اللي يقولوا عليها تنجم تتصاغ بطريقة مقبولة ومفهومة، وهذا اش معنى البداوجة في نهاية الأمر بالطريقة البدائية. وسي امبورتون أنك كون تو كومينيك، كيف تتواصل مع الناس الكل. يعني أنا ثم مجالات نفهم فيهم وثم مجالات ما نفهمش فيهم بالكل. مثلا الأزياء مثلا تشاكو ترى لابستي اليوم نتسمى لابسة بالكدا محليكة، ما عندنا مرام، عندنا مجهود جبار نتسمى، كان تشوفوني كل يوم نعمل العار، ما هذاك هو الله غالب، الله غالب. معناها ثم أشياء ما نفهمش فيهم، الكورة نفهم فيها
مثلا يعني ايوا ليت علاش ما حنانا كي نبداو مختلفين ما حنانا كي نتكاملوا ما حنانا كي نقبلوا بعضنا كيف ما احنا الاختلاف هو الحرب الحقيقيه هي لازم نعلموا الحرب الاساسيه معناها ان نقبل الاخر كما هو في اختلافه لاني انا خير منه لا هو خير مني كل واحد فينا ضروري في دوره في الكون هذايا بعدم قبولنا الاخر جاي من خوف من قلق من الخوف من الخوف على خاطر تربيوا على رؤيه واحده وكيف ترى رؤيه امكان اخر يظهر لك اللي انت غلط نتربوا على الكلب بينار غلط وصحيح ما تربوش على انه نجموا نتعايشوا مع بعضنا وما فماش واحد خير وكل مقارنه ملي احنا صغار جابت خير منك هذيك تقرا معاك هذه احنا ربيونا هكاك تاثر بيان سور تاثر برشا شوف خوك كيفاش شوف بنت خالتك قرات ونشحت وعملت ميدسين وتعملي في البوزار شفت عملها البوزار اكسيتيرا اكسيتيرا ما علموناش محبه الصغار اللا مشروطه مو بكري حكينا على الصغار والام والبو هما هبه وهبه قلنا يا هبو من يشاء هبه تصور عبد يجيب لك مثلا كاس هكا محلاه تحل وتقول له لا انا كان في بالي باش تجيب لي مونجالا تصور انسان تحشم باش تقولها له فما بالك بالله عز وجل عطاتك هبه تقبلها كيف ما هي وتتمتع بها كيف ما هي وتفرح بها كيف ما هي وتحبها على باختلافها خزغارنا كيفنا هما شو يقول جبران ابنائكم ملك أبناء الحياه ليسوا ابنائكم هم ابناء الحياه خي انت جبتوا يا ربي هو اللي جابوا لي خلقه دونك نتعلموا نحبوا اولادنا حب لا مشروط تو كل شيء يتحل بطبيعته كي يكبروا اللي مرتاحين مع رواحهم خاطر حبوهم يوليوا يتعلموا يحبوا حدهم حكيت على هديه انا عندي هديه نادره لملوم ان شاء الله تعجبك خاطر قال يا تعجبك يا ما تعجبك انا شفت اهتمامك بالمطبخ وبالطبخ واحنا برنامج زمني فكرت حاجه تزين بها كوجينتك لا جد دونك هديه لا بالحق انا نحبهم برشا وعنا وحده هكا في دارنا تكسر الاقجار هذا معليت عليا ماما باش ما ناخذهاش اي ميلا عندك تو بابا ولا صح ان شاء الله مبروك ولا احكينا على الاختلاف كان عندي ستاتيو مازال مش وقت وداخل خليني نسبقه على خاطر موضوعنا احنا مستغني كتب التدوينة ولا نص وجاوبت عليه ألفة يوسف حسيت ان هذا يجي في الاختلاف صحيح ولا انا نحب احنا مستغني راهو نحب نفكر بحاجه راهو كي نقعد مثلا كي نقعد مرام في رول نقول ما لعبتش الرول كيما يلزم مش معناها نقعد في مرام كي تقول مرام الكتاب هذا ما عجبنيش مش معناها تنقعد في ألفة تنقعد في عمل بشري المقال اللي قدمته احنا مستغني ما عجبنيش على خاطر تهجمت على الشاب خالد قالت كيفاش الجزائر تتعرف بالشاب خالد وهذا اللي عنده بلوطه في وضنه والكتاب المفكرين كاين ضمنيا الكتاب المفكرين خير من المغنيين لا الكتاب المفكرين ماهمش خير من كورجيه ماهمش خير من المزاوديه ماهمش خير من الاعلاميين كل واحد في مجاله يعطي حاجه كي يعطيها بصدق كي يعطيها بامانه كي يعطيها بشرف ياثر حتى جوهرا ما هو خير سي غاب الفكره هذيك الواحد مش في باله خير من الناس مصيبه كبيره وهذا اللي ولد مصايب حتى في السياسه وحتى في غيرها فما ناس تتكلم تقول لك انا استغفر الله العظيم هذا فرعون ايش قال انا ربكم الاعلى معناها لغه فرعون هذه لا لا كل واحد عنده دوره كل واحد عنده مجاله والاهم تقوم به كيف ما يلزم باتقان وبشرف وبامان وبشغف وبغرام وبمحبه وصدق وبصدق بصدق هذاك عاد نتاع لونطا اهم حاجه اما يزينا من تمييز الناس على الناس وهذاك علاش تبدا المشاكل من غادي والعقد والكره خاطر يقول لك انت هذاك خير منك انت في اللانكونسيون نتاعك في اللاوعي غدوه باش تولي ببساطه ياسر باش تقول تبغى يلزمني انا نظهر روحي والا كما نجمش نظهر روحي نسبه نشتم انا ما وصلتش مثلا مرام يقول لي مرام ممثله باهيه ومحلاها وكل انا ما وصلت ما عملتش اي مرام بها وعليها لا لا دونك خدمه دو بروفوندور وتوصل لنتيجه كبيره كبيره اما على المستوى الطويل والمتوسط مش على المدى القصير يعني مش اليوم خدمه صحيحه للمستقبل لكن هي كي تكلمت ربما مشكلتها انها عمت خاطر مش اي فنان هو فنان ومش اي روائي هو روائي بالعكس اليوم نعيش في حالة من الفوضى التامة وربما هي الذكات كي خذت الشاب خالد متزاير لأنه هي جزائرية وخذت هيفا وهبي اللبنانية وهي تعيش في لبنان هنا صحيح احنا اليوم نعيش في نوع من الانفلات اليوم أي واحد ينجم يقول لك أنا فنان اليوم أي واحد ينجم يقول لك أنا شاعر اليوم أي واحد يقول لك أنا مبدع كلمة مبدع ابتذلناها اليوم وصارت تطلق على كل منهب ودب وبالتالي زاد كل مرة التذكير بالمفاهيم واحترام المقامات زاد
مش كل فنان فنان ومش كل اديب اديب. في رايك انت فما الموهبه. لا لا مش حتى يعني لو انت تحب الراب مثلا تقول الراب مش باهي. لا 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 ما قلناش هكا، هي ما حكيتش بالمنطق هذا، انه معناها ربي معناها اعطاك انت موهبه اكبر من اللي اعطاها لصالح، وعطاه الفرح موهبه اكثر من اللي اعطاها النادره. نحترموا زاد المقامات هذه، اما بلغه انه الناس الكل كيف كيف، انا ما نميلش برشا للمنطق هذا، لانه زاد انت وقدرتك على ما تضيفه. شكون يقيم؟ شكون يقيم؟ هذا هو السؤال. شكون يقيم؟ شكون يقيم؟ انا نحترم الفرق. احنا توا شنو اللي يخلينا مثلا نحتفظوا باسم ابن خلدون؟ شنو اللي خلينا نحتفظوا باسم ابو القاسم الشابي؟ بعد 500 سنه ما تعرفش مع ابو القاسم الشابي. بعد 500 سنه ما تعرفش شكون مشي خلدون. سي رجاء. معناها غدو ما عادش نجموا نلقاو ابن خلدون. ليه؟ ليه؟ ما تلقيش على ابن خلدون هو. هذا المنطق انا علاش ما نتفاهمش معاه؟ لانه هو اللي فتح الباب. ما عندكش حل. اي شخص ينجم يقول لك في النهايه شنو الفرق بين يا مجدي يعقوب اكبر طبيب قلب عارفوا العالم واللي هو مصري وفي بريطانيا، واي خويا طبيب اخر عادي. ليه؟ فما تقنية انت حاجه اخرى. لا 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 ما تقارنش بين روحها وبين بين كاتبه اخرى. حتى في المبدعين هي كلمه عالم مغني نسميه، واحنا اليوم نسويه بين ام كلثوم مثلا وفنانه اخرى بدعوى انهم كلهم فنانين، والا بين عبد الحليم حافظ ولا نجيب محفوظ ولا طه حسين، نقول هي في النهايه كلهم ادباء. بالمنطق هذا دخلنا في الفوضى هذه اللي قاعد يعيش فيها اليوم العالم، انه وخاصه بثقافه الفيسبوك في النهايه يقول لك انت الفا يوسف شكونك باش تفوتني انا. هو حرش يقول كذا. لا خويا انت ما يقلقنيش. شوف انت تحب طه حسين، انا نحب طه حسين، ولدي يجب يحب حاجه اخرى نحترمه. لا نعرف هذه معايير واذواق. اذواق. شوف قبل شفت في الاسواق في سوق الذهب كان ثم واحد شخص اسمه امين الساغه، في سوق ما نعرفش السراجين فما امين سوق اللي هو ترجع له الناس وقت اللي يختلفوا عن قطعه الصياغه هذه مغشوشه ولا صحيحه، هو اللي يقول لهم هذا راهو شكون باش نرجعوا اليوم؟ شكون ترجع؟ شكون ترجع؟ شكون ترجع؟ كي يحب يسمع واحد الراب باش ترجع لشكون؟ لا لا شوف الراب راه مبتذل، انت انا راه مبتذل بالنسبه ليا، لكن نحترمه بالنسبه اللي يحبه. احنا كي قلنا ام كلثوم فنانه كبيره ما نحبوهاش ام كلثوم، ثم الناس ما يحملوهاش. من اي اي لا لا شوف انا كسبت سلا نقبلوها، خاطر هنا دخلنا في المنطق اللي فيه نوع من التبرير الفوضى. مش تبرير، فما تقول اي فما اغلبيه وفما اقليه. انت كان تجي لهنا وهو شباب هذا ما ترباش على ام كلثوم، لكن كي كبر بدا يكتشف في ام كلثوم فما حقائق، فما معايير، فما قيم. وانت بكري كنت تحكي على القيم. قيم فيها ضرر قيم دي فالور سي ديفيرون. لا لا فما دي فالور. اليوم كانك تجي تقول اينشتاين اش قدم للبشريه كيف وكيف بالقاسم. بالطبيعه اللي عندنا في تونس فهمتي؟ خلينا نسمعوا. اذا انت كجامعيه اكاديميه تمن بالمقامات، انت شنو اليوم؟ انت ماك ثمره مجهود تربوي دراسي تعبت فيه في حياتك كامله، انت زاد الموهبه اللي خلاتك تدرس وناجحه وخلاتك تكتب وناجحه وخلاتك مؤثره، اشبه فوزيه بن علي اللي انا ما نعرفهاش ماهيش مؤثره كيفك، لانه انت عندك الامتياز اللي جاء نتيجه للموهبه والاجتهاد والمثابره. اذا ثلاثه قيم مذومه ردوهم عاديه ونولي اي امراه بجنبك نقول لك شنو الفرق بينك وبين ألفا يوسف، هنا زدنا دخلنا في الفوضى نتاع القيم وما اسسناش الى مراتبيه يكافئ فيها المجتهد والمتميز والمثابر ويهمش فيها المتقاعس والكسول. اما اذا بالمنطق نتاعك انت باش نقولوا كلها كيف كيف. لا كلها كيف كيف. اكرمكم عند الله اتقاكم. باش نقول لك حاجه بسيطه. انت تقول الاجتهاد هذا هو ربما رؤيتنا للعالم مختلفه، لكن انا نقبل رؤيتك. نعتبرها رؤيه ممكنه وموجوده، ما دام موجوده راهي رؤيه ممكنه نقبلها. فوزيه بن علي. فوزية بن علي أكيد متميزة في حاجات ما نعرفهمش أنا، تنجم تكون فوزية بن علي طيب أبن محمصة بالقديد في الدنيا اللي نقعد عمري كامل مش نطيبها ما نطيبهاش. مش خاطرني أنا تعرفت ولا تعرفت ألفة ولا الناس تشكرها ولا ما تشكرهاش، ما عندي حتى فضل. الاجتهاد اللي جاني يا سلوتشي الاجتهاد تسميه الاجتهاد. لا فوس موديستي. لا لا سيبا لا موديستي. لا 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 فوس موديستي. هذه رؤية ما تقبلهاش، أنت تحكم عليا. شوف أنت تحكم عليا. ربكم عند الله أتقاكم. أنت تحكم عليا الله هذاك يحدد. أنت تحكم عليا تقول لي دو لا فوس موديستي. دو لا فوس هذه حكم أنا نقبله منك ما يقلقنيش. مي أنا رؤيتي للدنيا تنجم ما توفقهاش أنت. نوضحها لكم برا. أنا رؤيتي أنه ما عندي حتى فضل. وجودي في تلك العائلة والمواهب اللي عطاهم لي ربي الكل هما
اللي خلاوني نجتهد، هما اللي خلاوني نقوم بالدور اللي ما نعرفش شنو تاثيره. كما فوزيه بن علي مادام توجدت عندها دور، انا ما قلتش راهو كل شيء كيف كيف، قلت ما ثم حد خير من حد، فهمت مبدا انا يعني في نظره الحياه بكلها، حتى حد ما هو افضل لازم يقول انا خير. ثم الاجابه الاضافه، ثم ما جابش الاضافه. انا بالنسبه لي كلها اضافه، كل نجم نلقى 1000 تونسيه تعرف المحمصه بالقديد وتتقنها، اما ما نجمش نلقى 1000 الفه يوسف. هاو الفرق بينك وبينه، هذا هي مساله الاسواق، هذه الندره، ندره الموهبه والكفاءه. رايك فوزي بن علي تجم ولد 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 ولد، هذيك مساله اخرى. هذا حبيت نقول لك، الحياه لها حكمتها، لكن فهمتك شو تحب تقول، احنا راه مش مختلفين برشا. احنا عاده ما حقك انت عندك وجهه نظر نتاعك وتدافع عليها، لا انا الفا يوسف وانا اللي قريت وانا اللي كنت وانا اللي كنت كلها مع الانا. هذيك انا ما نبغيش واضحه مع الانا، مصيبتنا الكل مع الانا في نهايه الامر. تخيز انتيغيشن خالد في البلاتو تاورا، احنا مستغانم نحبها وانت نحبك وفوزي بن علي نحبها، خاطر كلكم والاختلاف في الدنيا واللي قاعدين الكل نحبهم احنا الدنيا. صالح الفرزيت نحكيو هنا على ناس مثلا قراو كتبوا علماء مفكرين. تامر حسني جاء الجمعة الأخرى لتونس باش يقوم بحفلة، استقبلوه في المطار استقبال كبير، الطبال والزكار وشيخة كبيرة، الفيسبوك كتبوا شوك المفكر الكبير اللي جاي لبلادنا، ما الاستقبال عاملين له كأنه معناتها ينقصوا من قيمته. هذا تامر حسني، ما بالك بالفنان الشعبي المزاودي بن ذفرين؟ عمرك شي حسيت بهالنقص؟ عمرك شي حسيت اللي الفنان الشعبي رغم اللي رحمه بنتك كانت فخوره بيك تمشي للمكتب تسرق حتى من غنياتك باش تقول لهم هذه بابا صالح فرزيت تسمعوا به، ولا راه هو اللي كتب الغنيه هذه، راه هو اللي غني غنيه فلانيه؟ هل عقده نتاع الناس طبقات شكون خير شكون خدمته خير؟ هل وقت اللي شريت الجاكوار في 78 ما فما في البلاد كي كان هادي نويره وزير عنده الجاكوار هذيك، كانت الطريقه باش انت تكون كيفك كيف الهادي نويره؟ فما هالعقدة تنمو فينا المجتمع نعيشوا فيه يحط فينا هالعقد؟ احنا ما نجموش نعيشوا بلاش عقد، راهو من صغار تربينا هكاك، هذاك خير منك وانت خير من الاخر والاخر خير مني، وذاك وذيك العيشه نتاعنا، فهمتي؟ ولكني في 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 اخر المطاف كل حد اش عطاه ربي، وي كل حد اش عطاه. والموهبه اللي عطاها لك مثلا خليت اسمك صالح الفرزي، وفي الاجيال باش تقعد اسمك صالح الفرزي. نعم نعم نعم. مرام كنت فخوره بوك كوارجي؟ اكيد وما زلت فخوره به ليومنا. اليوم الكوارجي عاد فخر الناس الكل، تو بين جورجي زيدان وزين الدين زيدان، شكون زعما اللي يعرفوك؟ اكسبسيونيلمون بابا بالحق يعني نتاع بابا يعني تبارك الله، سي ليكول انسيان يعني من القدم لقدم اليوم يفتخر يعني ديما اسمه مجبوط قبل اسمي انا، يعني هو اكيد هو قبلي، اما انت بنت رؤوف ليه بالحق ماكش بنت رؤوف، يعني الناس يحبوه الحمد لله عاطي القبول محبه الرسول، دونك اكيد فخوره. الجيل هذاك ارتبط بالملحمه نتاع الارجنتين، دونك الاسماء نتاعك النخبه هذيك واللي هما كانوا افضل ملاعبيه جابتهم تونس باش نزيدوا نشيروا الألفة يوسف قالوا ديما فما الأفضل، هذاك علاش فما حاجة، هذاك علاش فما حاجة، لا سيتي سي نو سيتي دي جون دوي أكثر من اللي كانوا تكنيك. تكنيكمون أنا ما فهمش برشا في الكورة، أما اللي يسمعونا ويفهموا تكنيكمون لي جوار اللي عندك توا فالابل خير. قبل كانوا دي دوي، كانوا جوارات موهوبين كي تقول على التوكا روح بن عزيزه ونجيب الامام وغيره وغيره، دونك الفتره هذيك فرح معناها عشنا فيها اول ترشح لكاس العالم واول انتصار افريقي عربي في كاس العالم، فالاسماء هذيك بقات جرافي في مخاخنا وربما باش تبقى للابد، وهذاك علاش هي فخوره برؤوف في النهايه تونس كلها فخوره. حكايات ناسي راجي رغم اللي انت ساكت في الموضوع هذايا، نحكيو على استنى في المفاجآت، خاطر قلنا له مرام جايبه مفاجأة تنشوفوها بعد شوية. خليني نكمل نقدم في حلقتنا الفنانين. ألفة تقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لطفي العماري تقول فينا الما شنو اللي قدمت، لا أخلاقك تحكم ولا أنت كيفاش تصرفاتك كانت يمكن وعلاقتك في الحياة اليومية كيفاش كانت. أكفأكم عند الله، أكفأكم. تنجم تكون تقي وما قدمت شيء في حياتك، وتنجم تكون واحد كيما أينشتاين قدم بالبشرية ونجم يكون مش تقي في حياته، لكن أضاف للبشرية، ولا نوبل ولا الرازي ولا ابن رشد،
ينجم يكون مش تقي اما اضاف للبشريه. نتصوروا اقرب لله من واحد تقي قاعد 24 ساعه في الجامعه وخمش يكون تقي. به صليحه نادره صليحه زمارة تونس صليحة قدمت لتونس قدمت حاجة أكيد موهوبة كانت صليحة مدرسة والتوا صليحة صعيب باش يتغنى لها. أنا يعني عندي برشا أصدقاء مطربات ومغنيات ومؤديات ومعنا في المجال الفن الغنائي بصفة عامة قولوا لي من أصعب ما تغني كي تغني لصليحة تقنيا معنا وبربي عندي حاجة باش تقعد في قلبي يلزمني نقولها ما نجمش ما نقولهاش. شفت احنا عطينا ليكزومبل نتاع إكس ولا إيكغيك فنان في تونس على عيني وراسي واللي فانز نتاعو على عيني وراسي جا استقبلناها كيكا ما عادش كان ناخذوا حد يشبه له مثلا يمشي لتونس وعنده سكسي هذاك في مصر يمشي لمصر يستقبلوها كيكا يعني تونسي في مصر عنده سكسي هذاك ويحبوه ويعمل لهم بون كيف ويشيخهم ومحلاها فرحة الحياة. نتمنى حاجة واحدة من عند ربي انهم يستقبلوه كما احنا نستقبلوا الفنانين اللي جايين من برا معناها بالحق معناها كأنا بمعزة نقولها راهو في اي مجال. كيفاش سي صالح؟ يا داخل مصر من الكيلوف ايواش وانت ماشي شعملوا لك سي صالح؟ ما نمشيلهمش انا بس خالد قال لي راهو عملوا لك لا لا سيدي انا حدني تونس فانوس بب منارة ميزبي كان على البراني تو سامبلومون اللي صاير علينا نحن حتى توينسا حتى كممثلين ولا فنانين ولا نتكيو على جنب كي يبدا اكس ولا ايكغيك جي بالحق نحسوها هذاك على جنب تجربة أنا عشتها في مهرجانات البرة شفت احنا في المهرجانات ضيوف مبجلين كما تربينا في ديارنا كما احنا نحبوا نقدموا صورة تونس بالحق معناها في بلادنا لكن راهو كي نمشيو لبرا صحيح عندك عمل ولا ما عندكش لكن تشوف اللي مش نفس العقلية مش نفس المعاملة هما تحسهم ياسر يشيلوا بعضهم قبل البراني براني اي يكرموك ومحليك ويعطيك الصحه ويهزوك وتعمل ديزانترفيو واللي تحب انت ولقاءات لكن احنا في تونس تخو سي تخو معناها انا نفرح بيك نحطك فوق راسي عقبه نقص والله باش نجاوبك انا بالرجوع اللي كانت تقول لك انت والفه احنا ما نبجلوش الموهوب ديما عندك منطق عندنا منطق تتفشى في السنوات الاخيره انت شكونك في النهايه؟ يعني تقول له انا راني الدكتور عديت عمري نبحث باش نلقى الحل نتاع المشكل الفلاني يقول لك في النهايه ماكش عامله لا مزيه حتى انا كيفك كيفاش تحب الفنان؟ كيفاش تحب الفنان في تونس تكون عنده مكانه مميزه فنان؟ إذا احنا نعتبروا الناس الكل كيف كيف وإذا الموهبة حاجة عادية وإذا المجهود حاجة عادية وقتها خاطر في مصر ما تلقاش المنطق هذا في مصر كي تفرض روحك حتى لا مش حتى بعضها حتى كي تبدا ماكش مصري برا شوف غادي كيفاش يتعاملوا مع هند صبري لانها فرضت روحها لا نحكي على القميط اللي فرضت علاش هند ومش الاخرين خاطر هند جربوها وشافوا اللي الحكايه سي دو كونسيستون سي دو كونسيستون عندهم صناعه عندهم صناعه عايش عليا مشيتك العام لمصر الله يرحمها وينعمها ما عملتش لا كمان عملت على اللي قرا ما ادراك وخدمت مع حلمي بكر عاد ما تنساش فماش وقت فماش فيسبوك عاد عملت عملت اللي واحد مشى لمصر وعمل كي تقول ورده الجزائريه اللي تواجدت في مصر نفس الوقت هي عليا شوف ورده شعرت ولا ظفر العابدين ظفر العابدين كما مشاش لمصر يولي ظفر العابدين اللي معروف توا عند العرب خاطر عندهم صناعه زاده حتى الصناعه عندها دوره تفقير احنا كي نطبعوا كتاب تطبع منه 500 نسخه ولا 1000 نسخه هم يطبعوا 20000 نسخه حتى العدد عنده دور رغم 100 مليون رانا 12 مليون وثلاث ارباع مش كيف كيف ذكر وقت دخلت ذكرى ما تقارنش تونسيه لمصر الله يرحمها وشنو هي شنو الرجه اللي عملتها في الوسط الفني شنو هي الرجه اللي عملتها في الاذاعات في التلفزات صناعه فنيه عندهم صناعه كبيره ذكرى ولات رقم واحد هي ربما لذلك علاش حسب رايك؟ لانه صوتها الزمار لقاوها استثنائيه تغني لك مصر الليبي الخليجي خير من الليبي الخليجي انا هزيتكم الصليحه حبيت نوريكم جوست التصويره هذه ولكم التعليق تفضلوا نعم نعم انه قبر صليحه سيداتي وسادتي رحمها الله وشبيلة راشد فرد قبل فرد قبل هما صليحه وشبيلة الله يرحمهم الله يرحمهم حاله القبورات توا الناس كي يموتوا سواسية بطبيعة والكلنا اسكو الفنانين زادا كي تشوف حالة قبوراتهم هكا اي هو الناس سواسية لكن الموت راهو اللهو بالقبر نتاع الميت كي هنا من نوع مؤثر كما قال اللي ما عنده حتى فضل في تاثيره خاطر ربي اختاره باش يكون مؤثر هي احترام للحي مش كان للميت كهو احترام للحي تعطي اولا ساعه فكره على ثقافتك تعرف قبورات ارفيس بريسلي كيفن ولا
مزار كبر مايكل جاكسون مزار مزارات هذوما كبيره فرانك سيناترا قبروا مزار وعملوا دخلوا به في الفلوس ويحكيوا على ثقافته وعلى اللي قدم لبلاده هذايا للحي احنا ما اعترفناش للاحياء احنا الاحياء يتعداوا قدامنا واحد واثنين وثلاثه يعني للاسف ثقافه العرفان كنا نحكيهم بكري يا نادره قالت لي ساعات كلمه حلوه تفرهد تفرح وكيف كيف بالنسبه للحي توا كي يشوف صليحه وما ادراك ما صليحه صليحه راهي صليحه راهي بالرسمي عندها نبره صوت لا نبره صوت نتاعها حتى حد ما يجيبها سمعت ما يغنيوش ما تتكررش معناها يدل انه احنا ما نحتفيوش بالناس المبدعين اللي اثروا في البلاد هذه لا احياء ولا اموات لا الاحياء ولا الاموات ثقافه العرفان معناها ثقافه وقت صعيب معناها تحدي صليحه خارجه من الرشيديه ثقافه العرفان صعيب صليحه بنت خميس ترنان والعربي الكبادي من الناس الاولانيين اللي كان من منشطي الحركه الرشيديه هو اللي هزها لفوق للعلالي وكتب لها ام الحسن غنات فوق الشجره ها ما هذه هي صليحه وصليحه عاش حياتها كامله مكرمه معزه في تونس وبعد اهو الملاحظه الوحيده هي انه المصريين مثلا تكلمنا على مصر المصريين عمرهم ما يخليوا موتاهم في هالحرمان هذا البساتين بساتين في القاهره بساتين طويله عريضه عبد الحليم حافظ القبر نتاعو قصر من الرخام ام كلثوم قصر من الرخام الجماعه الكل معناها كارم محمود ولا محمد قدير ولا محمد عبد الوهاب معناها كل فنان اللي تحكي عليهم سراجي ها وي وي عبد الحليم ام كلثوم كل فنان عنده هنا هنا قدام ظاهره اخرى اللي شوف سراجي ظاهره الاحتفاء بالموت في مصر شو السالون السالون الاستقبال زائري الموتى اخذر لهم شو الشيء اللي موجود معناها هذا تعظيم رجال تعظيم للذاكره تعظيم للذاكره خنوضحوا حاجه في مصر عندهم المقابر وعندهم المدافن المدافن هما اللي كانوا يدفنوا فيهم ملوك مصر كبار ضباط والأمراء والأميرات رفاعي وغيرها ما يقابل لهنا تربة البي اللي كانوا تدفن فيها ملوك وأمراء وأميرات العائلة الحسينية فاش تختلف المدافن المدافن هذه العائلات التركية الكبيرة اللي كانت موجودة في مصر أيامات الحكم الملكي وقت اللي يموت لهم واحد يحطوه في المدفن ويبنيوه علاش؟ لأن وقت يمشي ويزوروا مثلا في العيد يبقاو ثلاثة أيام يباتوا في وسط المدفن العائلة الكل وبالتالي كي باش يباتوا يهيئوه في شكل تقريبا منزل بعد ثورة 52 ونهاية الملكية في مصر ومغادرة الأمراء والأميرات والعائلات السليلة نتاع الفترة الملكية إلى تركيا من جديد بقات المدافن هذه مهملة أنا مشيت عملت فيها تحقيق يسكنوا فيها توا هاك الحراس اللي كانوا يحرسوا فيها وهاك الحارس هذاك تزوج وجاب صغيرات ويسكن في وسط المدفن فبالتالي تدخل البيت النوم تلقى في وسطها القبر تدخل الكوجينة تلقى القبر تمشي للطبيب لانه هذوكم جابوا صغيرات وقراوا ولاوا طب ما دامهم ولاد فقراء ما ينجمش يعمل كابينه نتاعو في وسط القاهره فعملها في وسط المدافن مدينه كامله انا مشيت ميكانيسيان باش يكون هو الجيد ليا للمدينه هذه ففي وسط الورشه نتاع التصليح ثم قبر مشينا للطبيب في وسط الكابينه نتاعو عنده القبر لانه ما يلزمش ينحي القبر هذاك وبالتالي معناها مدينه كامله تتسمى المدافن واللي فيها مثلا المدفن نتاع كبار شخصيات اللي التجأت الى مصر وماتت في مصر شاه ايران الخديوي اسماعيل وغيرها من الاسماء المصريه الكبيره المقابر هي للناس العاديه نرجع لكلمه الفه الدوله هي اللي مفروض تتلهى بالمقابر نتاع رموز الوطن لانه تثمين الرموز هذوما اللي هما اضافوا نرجعوا ديما للاضافه اللي قدموها سواء للبلاد اللي يعيشوا فيها ولا حتى للبشريه جماعه تو كي تمشي انت لفرنسا
وحنا ديما نحكيو ونرجعوا لفرنسا، تلقى لو بونتيون. بونتيون في التريزيام الشخصيه الكبيره اللي قدمت اضافه لفرنسا ولا التاريخ فرنسا ولا البشريه تكرم بعد وفاتها بدفنها، دفنها في البونتيون، سموها لا بونتيونيزاسيون. وقتاش صارت هذه؟ بعد الثوره الفرنساويه، وبداوا يدفنوا فيها في الرموز الكبار. لكن صارت لهم مشكله وقت يدفنوا مثلا مارا، ومن بعد اثبتت الابحاث اللي مارا كان خاين للثوره الفرنساويه، خرجوه منها وعملوا قانون قالوا كي يموت واحد من الكبائريه سياسي اديب مفكر شاعر يلزم نستناه 10 سنين باش نتاكدوا اللي هو خدم الوطن بصدق وبدون خيانات، ثم يتقرر دفنه في البونتيون. وقت اللي جا اسمه ديرنيير مو ساركوزي دخل مرت سارتر وسارتر سيمون دي بوفوار وسارتر، جاو مثلا ايمي سيزير قالوا لي ايمي سيزير تستا مارتينيكي خليوه في المارتينيك، جاو مثلا البير كامو باش يدخلوه يا اخي سون بيتي فيس قال نرفض، حب عزيزي البير كامو يبقى مدفون في بقعه عاديه. دونك بونتيون هو للشخصيات اللي قدمت خدمات سو كي زون روندي سيرفيس ا ليتا que ce soit à travers leur vie ou à travers leurs œuvres. Donc, هذا تكريم وتثمين رموز النجاح، لانه انا نرجع للكلام اللي كنت تحكي فيه مع ألفا، ماناش الكل كيف كيف، فما ناس اجتهدت وتميزت في خدمه البلاد، في خدمه العلم، في خدمه البشريه، هذوما لابد من تثمينهم كرموز لولدك ولبنتك، باش غدوه ولدك وبنتك تقول له اذا تخدم وتتميز وتثابر وتضيف راهو يتم الاعتراف بك وتكريمك وما تكونش كيفك كيف كل الناس. وفي نفس الوقت، في نفس الوقت باريس خصت مكان مقدس في الذاكره الفرنسويه اللي هو لو سيمتير دو بير لاشيز، اللي هو اكبر متحف للنحوت وللاضرحه معناها الكبيره، اكبر الكتاب بخلاف البونتيون اللي هو هذاك هذاك ابطال الروح الفرنسية كلهم. جان مولان اللي كان ضحية النازيين وكذا، وقت اللي باش يهزوه هبط الجنرال دوغول، سي اندري مالرو اللي عمل الخطاب الذي لا ينسى حول لارمي دي زومبر، جيش الاشباح، جيش الاشباح المعذبين في زنزانة النازية، واللي مشاو الكلهم وراء جان مولان باش نجم يدفنوه، والناس تبكي، دوغول يبكي ويقف بالكابوت نتاعو. كي جاو اللوبي اليهودي ضغط على اساس انه دريفوس الجنرال دريفوس بعدك المظلمه اللي تعرض لها، قالوا ماله نكرموه وندفنوه في البونتيون، فتحط شراك في حرج كبير. قال لهم مانيش ندفنوه في البونتيون، قالوا له علاش؟ مش خاف لان اتهموه اللي هو معادي للسامية. قال لهم هاكا البونتيون دفن فيه ايميل زولا، لانه هو اللي اروع من كتب ودافع على دريفوس، فك الرساله الشهيره جاكوز. دونك هاكا ايميل زولا موجود في البونتيون، ما نستحقوش باش نعاودوا ندخلوا دريفوس. وي مدام، جست خاطر نحكيو على المقابر والمدافن وكل، مع كل احترامي للناس اللي ذكرناهم وكل، يعني فما مقابر الحيوانات. وي يعني مقابر في فرنسا، مقابر الكلاب، يعني كي راهو قبر نتاع صليحه كيف ما هكا ابخي تو كومبار انا من بعد الانسان على الحيوان، يعني تفهم لا سيفيليزاسيون ولا مونتاليتي، اون كومبار لانكومبارابل. وكا سي صالح، بعد عمر طويل، بعد عمر طويل تحب يكون عندك قبر حاجه سبيسيال والا عادي؟ عادي عادي، انا تحت التراب. اها باش نعمل بيه. اي احنا في العيد اول حاجه نعملوها نزوروا قبورات اللي غادرونا من العائله. اي نعم. والحياه تستمر سي لطفي. الحياه تستمر. ربي عندي ملاحظه. انا حبيت نعمل ملاحظه بركة. والله حكيتها لي انت. على حكايه سفير اندونيسيا كي جا لتونس المقيم توا، تعرف شو يعمل الفا؟ كل مره يهزك الطلبه الاندونيسيين اللي يقراوا في تونس في كليه الشريعه، يمشيوا لمقبره الجلاز ينظفوا القبر نتاع الفاضل بن عاشور. وي وي الفاضل بن عاشور.
مانيش ماهيش بعيده برشا على الغمارك اللي انا نحب نقولها. انا توا خلينا من الرموز وهذا يليق بمقامهم وبقدرهم وبكل ما قدموه من اثر معناها لبلدينهم وفي تونس وخارج تونس. انا نتمنى المقابر نتاعنا تولي نظيفه برك بالحق بالحق اكا هو كيما كي نتعديو قدام احنا لا لا حتى زيد الاخلاق نرجعوا ونزلوا يوثقوا سيراجي مش كل البلديه حتى المواطنين العاديين ما يحترموش ياكل الساندويتش ويعملوا هكا انت كي تغرب بالدنيا انا خاطر صار لي حاجه انا قالوا لي توا تسكر هبتك وتقوم وتروح خاف كيف صار الوقت ما كي نتعديو قدام مقابر في برجل وفي كرتاج وفي معناها حاجه اخرى قول يا ربي نزهة تعمل نزهة العشاء اسمع ولا سرقة في القبور يا اخي خامي في الربع بالمتر اجرام وسرقة وصلنا منك ماهيش للي توفي الذي توفي لا يعنيه الامر يعني تماما تقول لي بعد ما تموت تحب يقولوا ولا وين يحطوك والاخر قضية من القضايا خاطر سي صالح يقول شنو تحت القبر انا مانيش نبدا تحت القبر في بالي تبدا فوق تفتحوا لي ابواب السماء ان شاء الله يا رب تحت القبر ذاك الجسد ما يخافوش العباد جسد دونك للاحياء راهو للاحياء باش الحي احترام للروح البشريه التي تجمعنا هذاك كان كائن حي كما قالت مرام فما مقابر الحيوانات اللي عندهم نفوس وما عندهمش ارواح فما بالك احنا البشر انت ربما ميو بلاسي كونو باش تجاوبنا علاش مثلا احنا كتوانسه نتعاملوا مع الموت بقداسه كبيره حاجه رهيبه الموت ونحتفل لا ونحتفيوا بها ل 40 يوم الموت الفرق حتى للأربعين لكن من بعد نهملوا القبور بالطريقة هذه ونهملوا المقابر بالطريقة هذه هل المفارقة هذه ما فهمتهاش بسيطة جدا كنت نحكي بكري على الأنا والآخر أنا نعمل الفرق والأربعين والزيارة لشكون مول القريبين الشخص اللي تابعني أنا توفى خويا ولدي عمتي بنت خالتي أما الآخر ما يهمنيش فيه الاخر ما يهمنيش قبر انونيم تاع شخص اخر مو احنا تقتلت بيناتنا كل الفه جوستمون ها ساعات اون بورت بيان سون نو تقتلت بيناتنا كل محبه اللي انا كي نرى قبر هكاك نقول هذاك يجم يكون قبر حد قريب ليا انا دونك ساعات عندي ندعوكم الى تجربه صغيره عملوها في الفيسبوك ثم شخص لقاه يهبط في الدعاء مثلا دعاء يا ربي كذا يا ربي ايمان وتقوى وهذا حر ما نحكمش عليه ولا نقول فوس ايمان مش فوق ايمان من بعد شويه نزيد نقدم شويه نلقاه حاطط تصويرة مرا ساش خمثل بيك اليوم انت بنت حبيبي السابق حاط تصويرة مرا ويبدا في مرام بها في مرام عليها شنو مش معقول يعني انت كنت تقول في كلام توا يا ربي ثم ديكونيكسيون قد ما ثم كونيكسيون مع الآلة قد ما ثم ديكونيكسيون بين القيمة نظريا وممارستها تطبيقيا دونك طونك سا مو كونسيرن انا ولدي انا باش ينجح مثلا استعد نعمل كل شيء والجاري نعطلو ما نقفش معاه ونحاول كيفاش نكلم عليه المعلم باش يعطيه نوت خايب راه هذا كل موجود انا مش نحكي لكم من الفراغ علاش خاطرني انا من فضل الله علي الناس تحكي لي يفرغوا لي قلوبهم ممكن خاطر يرتاحوا يحسوني ما نقولهمش انا خير منكم ممكن ما نعرفش خويا لطفي يشعروا بالالفه يشعروا ايه يحكي شوف حاجات اقسم بالله العظيم اللي فما حاجات الحشيش يحطوه بجنب القبر صافي ما له كوغ اي قبر يسب القبر كيما اللي نقص قدام داره مثلا يحط لطف عليكم الكل او صيح قدام دار جاره اي انت عمرك دخلت الجبانه من الجبابه نتاعنا ولقيت بوبال مثلا محطوطه في البلايص هذا من الامور تاع الدوله عندك الحق عندك الحق هذا زاد هذا زاد فما قديش النقاش شديد ولا عايش المواضيع تضحك ولا تضحك والله لا نعرف بالحق راهو حاجه غريبه رجعت الحاجه دي لكتاب شاتو بريان ديفون لي روين دو كارتاج Les impressions de voyage présentées par Monsef Sharf Eddin. Allah yirhmou hadi el kitab nahkiou ala awwal el musafirin li safrou fi el alam w hadi fi Carthage qadam les ruines de Carthage nhab nhadiou el kitab hadi. W nhab bis Tunis qonna yser hajat hada kifa ala Tunis el youm raghma li hadik el haqiqa el asaf w hna min mahabbatna nahkiou hak ala bladna khat nhabou tetahassen el umour w tetsalah. Khalina nchoufou فنانين من العالم جاوا لتونس وغنوا على تونس سواء الشعر سواء بالصوت الجميل سواء بالكتابه كما قلت والا معناتها الفنون الجميله الكل في هذا التقرير مع اميمه تفضلوا. يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني ورده وكتاب. اني الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوطرت لغنائه الأعشاب.
يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، هكا تغزل بها الشاعر نزار قباني. تونس اللي كتبوا فيها قصائد ودندنوا لها ألحان وغنوا عليها من كل البلدان، فنانين شعراء وملحنين من كل أصقاع العالم عاشقوها حبوها وطلعوا على الركح ومجدوها. تونس اللي حركت إحساس كل فنان، وما فماش شكون زارها وما خرجش منها عاشق والهين. يا صلاتي السيف، يا صلاتي السيف على تونس. يا خضراء يا حارقة الأكباد، وبلانك البيضاء وصعب على الصياد، وبلان في المرساة ولا في حلق الواد. تونس الشقيقة يا وردة الهدى، لما يريد يا تونس الحرة غني صباح جديد، غني وهني الشهيد بوليد، هني هني. قلتش ناديلك يا حلوة يوم العيد قرب، أجمل ما في الدنيا عندك، أجمل ما في الدنيا عندك. في وين ما تلقى نحل وبير وعسل وزعتر وحنا في صباع الزين، في وين ما تلقى جبل وشك ونخل وضيوف ما تغيب نهار علينا. حسناء قرطاج زينة البلدان، غرام كل فنان هكا وصفوها، ومن أحلى البلدان صنفوها. تونس اللي سكنت روح كل من زارها، وحركة قلم كل من شم ترابها. تونس اللي تحرك القلوب، وبش تبقى على كل ركح اسمها منصوب، وفي كل اسماء عالمها مرشوق. تونس الرقعة الصغيرة، تونس العين الكبيرة، تونس المشموم الفواح ومظلة جربة اللي مهبلة سواح. تونس صالحة وصوتها الصداح، تونس سيدي محرز سلطان المدينة، تونس الماكلة البنينة، تونس حوت حلق الويد كفتيجي القروين، بريكة إسحاق لبليبي بروتة وكسكسيها المسقي بألف زغروتة وزغروتة. تونس الفرحة والتعليلة، تونس أحلى حكاية في ألف ليلة وليلة. تونس حكاية عشقة حلمة هبلة بالية، الناس الكل تتمنى تتبلي بيها مبارح اليوم وغدوة، لن نشفى من حب تونس. كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نر في أي مكان آخر.
كان تجاوب عظيم بيني وبين جمهور تونس، جمهور حساس، موسيقي بطبعه، كريم في مقابلته. أنا كنت بقرأ عن تونس وبقرأ عن شعب تونس، وبحس أنا كفنان بيحس إنه في تقارب بين فني وبين الجمهور في تونس. يا حلوة أنت يا تونس، تونس تونس تونس، على خدك بوسة يا خضرة، لا بدل البوسة.